قال مسؤولون إن طائرة تابعة لشركة ترانس إيجيا تحطمت في ثاني محاولة للهبوط خلال عاصفة رعدية على جزيرة قبالة تايوان، مما أدى إلى مقتل 48 شخصا واشتعال النار في مبان. وتحطمت الطائرة وهي من طراز ATR-72 التي تضم 70 مقعدا بالقرب من مدرج الطائرات في جزيرة بينغهو غربي البر الرئيسي لتايلاند، وكان عليها 54 راقبا وطاقم مكون من 4 أفراد. وقال لي وان لي نائب وزير إدارة الملاحة الجوية المدنية إنه حتى الآن أصدرت السلطات شهادات وفاة ل14 شخصا، وتقوم السلطات بالتحقق من هوية 34 جثة من بينهم 4 من طاقم الطائرة. وأقلعت الطائرة من مدينة كاوهاسيونغ في جنوب تايلاند متجهة إلى جزيرة ماكونغ، ولكنها هبطت اضطراريا وتحطمت في بلدة هوزي في مقاطعة بينغهو الجزيرة الرئيسية في سلسلة جزر تعرف باسم بيسكادورس. وقال متحدث باسم مكتب مكافحة الحرائق التابع لحكومة مقاطعة بينغهو إن عاصفة رعدية كانت تهب وقت التحطم. وضرب الإعصار ماتمو تايوان يوم الأربعاء جالبا معه أمطارا غزيرة ورياحا عاتية، مما أدى إلى إغلاق الأسواق والمدارس، وعبر الإعصار الجزيرة متوجها إلى الصين، فانخفضت شدته من إعصار إلى عاصفة استوائية. وائل جمال، رويترز.